في أمرين، أولاً توقف ساعة تسعة توقف تسعة. الآن المكيف تخففونه شوي، قوي شوي. المكيف؟ إيه. سهل سهل. شديد عليك المكيف؟ إيه شديد. الله يستغفرون. ما شاء الله. جزاكم الله خير. بالليل زين. ما شاء الله. بس عبد الله أنا من الحرارة ممكن. لا لا. نسخة رقم الليزنج تدور. طيب جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر الحضور الكرام، هذا هو المجلس الأول الذي نسأل الله تعالى أن ييسر لنا أن نأخذه معكم ونأخذ نصيبا من العلم مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اخترتم أنتم أنفسكم أحد كتبي لأشرحه لكم، والله المسؤول التوفيق، وهو كتاب كما تكون يولى عليكم، وهي كلمة عربية دارجة في الأمثال، وصولها قديمة جدا كما سترون إن شاء الله تعالى، ودل عليها الكتاب والسنة والحكماء قاطبة يكثرون من تداولها لا سيما المؤرخون منهم، لأنها كلمة يدل عليها الفقه والتاريخ. وأهمية هذه الدراسة وهذا البحث تكمن في كلمة مختصرة جدا سترونها عند قراءة تمهيد هذا الكتاب، فالقارئ يستهد ذلك مستعينا بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الوالد حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
فمن المتفق عليه اليوم في صفوف الدعوة الإسلامية عدم الرضا بما في أكثر المجتمعات الإسلامية، فقد عظمت رزية المسلمين في عقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم، وفشت المنكرات، وتباينت مناهج الدعوات، وفشت الرذائل، حتى تغرب أهل الحق في غثائية من الباطل. وبين يديك أخي القارئ واحدة من المقالات التي كنت ألقيها من حين لآخر على المشتغلين بالدعوة خاصة وعلى الناس عامة، لما أرى من فرط اهتمام صنف من الدعاة بالسياسة والجهاد والصراعات البرلمانية والتسابق إلى المجالس النيابية، وقد جعلوا ديدنهم التوسع في ذكر مثالب الحكام، وكادوا يجمعون على أن توعية الشعوب بمخاطر حكامهم هي السبيل الوحيد لقطع الجسور الممدودة إليهم ومن ثم الانقلاب عليهم، كأن الشعوب قد وضعت رحالها بالجنة وما بقي من يعوق مسيرتهم إلا أمراؤهم، فلذلك تسابقوا لتنهيتهم. نعم، مقصود هذه المقدمة بارك الله فيكم، لما رأى الناس المنكرات متفشية في مجتمعاتهم، وهذا لا يخفى عليكم، ضعفت مجتمعات المسلمين، ضعفت شعوبهم، ضعفت دولهم، ضعف أمراؤهم وسلاطينهم وحكامهم، وحصل ما حصل في العقائد، الانحراف في الأخلاق في العبادات، ضعف في العبادة، أخلاق سافلة في أكثر أحوال المسلمين، وصل الحد في النقص إلى العدوان على أعظم حق لله وهو التوحيد، والوقوع في الشركيات والمنكرات والخرافات الكثيرة في بلاد المسلمين، فإن الدعاة تباينت مناهجهم في الإصلاح، تداعوا جميعا للإصلاح ولا بد من الإصلاح، لكن طرقهم اختلفت، وهذا السبب الذي دفعنا لكتابة هذا الكتاب، لأن كثيرا منهم امتطوا الطريق السياسي والطريق الدموي. الطريق السياسي يلعبون مع حكامهم مع مسؤوليهم اللعب البرلمانية إن صح التعبير، هي لعب لأن الحقيقة ليس لها حقيقة، هذه أشياء إنما هي لعب يلعبون على رؤوس الناس، فيدخلون في صراعات برلمانية أو في مجالس نيابية، لأن المجالس النيابية تنوب عن رئيس البرلمان أو رئيس الدولة نفسه، يكون نيابة عنه، وإذا تنزلنا إلى وراء تكون نائبة عن الشعوب، أي الشعوب تمثل الأحزاب والأحزاب تكون نائبة عنها في تبليغ آرائها وما تريده من تغيير وإصلاح. فأكثر الدعوات اليوم قالوا لا بد أن نقطف الحكام وأن نقطع رؤوسهم حتى يحل محلهم غيرهم من المصلحين فيصلحوا البلاد. نعم. هذا بالنسبة لما ذكرت عن الدعاء، وأما بالنسبة لعامة الناس فلتذكيرهم بضرورة إصلاح ما بأنفسهم حتى يغير الله ما بهم. نعم، هذا الشطر الثاني، الكلام مع الدعاة أي مع الرؤوس في الدعوة، والكلام مع التابعين لهم لكي يصلحوا أنفسهم. لما نقول كما تكون يولى عليكم، أي كما تكونون أنتم في دينكم في عباداتكم في أخلاقياتكم سيكون رؤساؤكم. ومما يتصل بموضوعنا من جهة الدعوة صور من التغييرات الإصلاحية قد اختلف أصحابها فيها بحسب الاقتناع بجذور المشكل، وذلك عائد إلى بعض التأصيلات الدعوية، منها هل من وصل إلى التحكم في الإدارة السياسية يعد قد وصل؟ وهل من أسند إليه من أهل العلم إدارة من الإدارات السياسية نهنيه أم نعزيه؟ فمن قال نهنيه نظر إلى تحقيق مقولة
إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن قال نعزيه نظر إلى عزاء الدعوة فيه، وهو أن جل من استلم إدارة ما فقدته الساحة الدعوية والعلمية لما في الإدارة من شغل، فيكون قد نزل من وظيفة الأنبياء إلى وظيفة الأمراء. هذا تفصيل ثنائي، لأننا طرحنا سؤالين والجواب في الكتاب كما هو معلوم، لأن كثيرا من المناهج الحركية تقول لو وصلنا إلى الإدارة السياسية أي إلى الحكم باختصار لأصلحنا الأمة طوعا أو كرها، ويستدلون بمقولة منسوبة إلى عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهي إن وإن لم تثبت سندا إليه لأن فيها انقطاعا، لكن معناها صحيح، لأن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا معهم ميزان الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فجعل في الحديد داعما وناصرا للحق أي الكتاب والسنة، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، هاديا بالكتاب ونصيرا بالسيف، لأن الحق يحتاج من يحميه، وكل دولة لها نظام ولها من يحمي النظام من جند وعساكر، وإلا فالحق إذا بقي معدوم الحماية ضعف وذهب. إذا هذا المقصود فهي مقولة صحيحة من هذا الجانب، إذا قلنا ندعو الناس بالقرآن ندعو الناس بالسنة ونحمي ذلك بالسلطان هذا جيد وصحيح، ولو قلنا ندعو الناس بالسلطان بمعنى تمكن ونطوعنا هذا غلط، بمعنى أي أترك الناس يقتنعون بالإسلام عن طريق دعوتك البيانية وإصلاحاتك الرسالية، فإذا كان جل الناس على الصلاح يبقى بعضهم فيه نوع من النقص، فيه نوع من التخاذل عن الحق، فيه نوع من المعصية، هذا إن لم يطوعه الكتب طوعته الكتائب كما يقال، عرفتم كيف تصلحه، فيكون الشرطي والعسكري عونا له على تحقيق الحق، كما يقوم هيئة للأمر المعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، فهي تساعد الناس حتى يقوموا بأنفسهم للتدين الصحيح ولا يضعفوا ولا يتركوا فريسة للشيطان. فهذا المقصود من هذه الكلمة، لأن إذا وصل صاحب العلم إلى المنصة البرلمانية هل نقول هنيئا لك أو نقول عزاؤنا فيك؟ الذين يهنئونه يقولون نعم وصل وسيصلح، وإذا قلنا عزاؤنا فيك كنا نعرفه في الساحة الدعوي يصلح ويعلم، الآن ما نجده والناس في جهل وهم محتاجون إلى من يعلمهم لمن يرشدهم، فالمرشدون قلة والمعلمون قلة والأساتذة قلة، ثم ذهب واحد من هذه القلة إلى ماذا؟ إلى وظيفة الأمراء وترك وظيفة الأنبياء. نعم. ومنها هل العمل على إسقاط الإدارات السياسية العاجزة هو المطلب الرئيس للدعاة والمصلحين، فتشغل المنابر باللغة السياسية وتكثف المحاضرات في فضح ولاة الأمور ويوعى الناس بما لدى هؤلاء من فساد وشرور؟ ومنها هل أصل الداء من القاعدة أم هو من القمة؟ والجواب عن هذا السؤال الأخير ينتج عنه الاهتداء إلى طريق التغيير، لأن الرجوع بالأدواء إلى جذورها هو أول مدارج العلاج، ومنه الوصول إلى معرفة الحق فيما سلف من أسئلة لأنها متفرعة عنه، ومن ثم تعلم أهمية الموضوع وهو محور هذه المقالة، أسأل الله فيها العون والتسديد وإصلاح النية. نعم، السؤال الذي رأيتموه هنا هل الإصلاح يتم عن طريق تغيير القمة أو إصلاح القمة أو القاعدة الشعبية؟ هذا السؤال يكفيكم لفهم الموضوع حق الفهم، هل نبدأ بإصلاح القاعدة الشعبية أو نبدأ بإصلاح القمة التي هي الحكومة؟
هذا هو المبحث الذي في حقيقة دوخ جماهير المناهج الدعوية. نعم. هذا وآخر محاضرة ألقيتها في الموضوع كانت في بلاد الكويت حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وذلك بمناسبة الملتقى الربيعي لسنة 28 و400 ألف من الهجرة تحت عنوان فقه السياسة الشرعية. نعم. وكما بينت في أول مقدمة هذا موضوع أنا أكرره كثيرا على الناس، لأن نرى إخواني عدم فهم هذا الموضوع يحرف الناس عن الحق. فأنت إذا ما عرفت الداء وما عرفت الدواء كيف تعالج؟ هل الداء حقيقة في الحكام فقط؟ عرفتم؟ ثانيا هل العلاج بأن نقطف هؤلاء الحكام الذين هم ثمرة بلادهم إذ وصلوا وانتهينا من المشكل وأصبح الناس كلهم في الجنة؟ هنا البحث هو بحث يعني جدير بأن يعني يكرر من حين لآخر على الدعاة الذين هم في حقيقة الأمر زهرة هذه البلاد، وهم الأمل، أمل كل المسلمين، لأن إذا صلح الدعاة صلح المسلمون. وهذا الذي نعانيه اليوم مع الأسف. يوم قامت فتن، قامت حروب، قامت مظاهرات، قام ما يسمى مع الأسف بالربيع العربي، أكثر الدعاة صفقوا له وفرحوا به ونشطوا لتحريكه، ثم انجلى عن فتن وولات ومصائب، وجميع البلاد التي جرى عليها ونبت فيها هذا الربيع يسمى الربيع العربي، وأنا أسميه القحط العربي أو الربيع الغربي، عرفتم كيف؟ هذا الذي يعني فرحوا به وأملوا منه خيرا، كل البلاد الآن تجر أذيال الفتنة، وبعض البلاد وصل الآن إلى 3 سنوات و4 والفتنة تزال قائمة ولا يدرى تماما لهم نهاية. كيف ستكون النهاية؟ لا يعرفون. يذهب سلطان ويحل سلطان والأمور هي هي، والشريعة غير محكمة، ودين الله عز وجل مقصى إلا ما شاء الله. وهذه مصيبة، مصيبة في من؟ ليس في الشعوب التي تخرج لتهيج وتفتن، المصيبة في من يحركهم، ومن يحركهم لم يفهموا أصل الموضوع، كيف هو إصلاح الأنبياء؟ هذا لم يفهموه بعد، لأن عندهم تحليلات عقلية واستنتاجات واقعية ظنوها حقا فالتزموا طريقها، فانحرفوا عن صراط الأنبياء وحرفوا بالناس المسير، فازداد حينئذ الشرخ توسعت طرق الفتنة، وبقي الناس من مصيبة إلى ما هو أشد منها. نعم. تنبيه للتوجيه اللغوي لفعلي تكون ويولى من حيث الجزم وعدمه، يراجع كشف الخفاء للعجلوني الجزء الثاني صفحة 127 ومغني اللبيب عن كتب الأعاليم لابن هشام الصفحة 915 وكتب في 23 من ربيع الأول لسنة 28 و400 ألف من الهجرة النبوية. مختصر هذا التوجيه اللغوي أن الكلام على الشرط، والشرط يجزم كما تعلمون، كما تكونوا أي إن تكونوا سيكون حكامكم، إن تكونوا صالحين يصلح حكامكم، إن تكونوا طالحين يصلح حكامكم، هذا المقصود من الجزم باختصار. وجوب الإمارة. استدل العلماء على وجوب الإمارة بل على ضرورتها بأدلة كثيرة، أكتفي منها بآية وحديث. أما الآية فقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي عند تفسير هذه الآية. وأما الحديث فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم، الحديث رقم 1851. ما تذكر الأرقام، الأرقام ما في داعي. وهذا الوعيد الشديد
لا ينبني إلا على ترك ما هو واجب. قال ابن حجر في الفتح: حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وانطلاقا من هذا الحديث أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بما نحن في صدده في السؤال الثامن من الفتوى، وقالت: ومعنى الحديث أنه يجب على الأمة أن يؤمروا عليهم أميرا يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم، بتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله والشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله. وإن كان توفي هو أيضا رحمه الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. ذكرت هنا دليلين فقط لبيان وجوب الإمارة، وقد استدل القرطبي رحمه الله عليه ونقله عنه الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عليه في كتابه ضوء البيان بقوله تعالى: قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله تعالى سماه خليفة للدلالة على عظم شأن الخلافة، ولولا وجوبها ما كان يسميه لأول وهلة بالخليفة، لأن أمور الناس لا تنسجم إلا بوجود هذا الخليفة. وأما وقد كان القرطبي رحمه الله عليه يقول: أجمع العلماء على وجوب الإمارة إلا الأصم وهو من المعتزلة الذي كان عن الشريعة أصم، هكذا قال، يعني ناسب وصفه اسمه. واستدل اللجنة الدائمة يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وما دام لا بد للإنسان أن تكون في عنق بيعة، دل هذا على وجوب إيجاد هذه البيعة أي الإمارة والخلافة والحكومة. فهذا يدل على من حيث الاستدلال الشرعي على وجوب إيجاد الدولة برجالها أي برؤسائها. والحكمة في هذا معلومة، فإن اجتماع البشر لا يتم إلا برأس، فالبيت لا بد له من رأس، والإدارة لا بد لها من رأس، والوزارة لا بد لها من رأس، والدولة لا بد لها من رأس. ولذلك أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، وذلك لأن الأمير يلم شتاتهم ويجمع شملهم وينصف مظلومهم ويرد عاديهم ويحفظ بلادهم من الغزاة ويؤمن سبلهم من قطاع الطريق العتاة. هذا في أمور الدنيا عموما، فكيف بأمور الدين التي هي أعظم ما يعنى به الناس في حياتهم وأنفس شيء يحصل به سعادتهم في الدارين؟ فيشرف على بناء المساجد وتعيين الأئمة والمؤذنين وجمع الأمة على الصيام وتوزيع الصدقات على المحتاجين وتنظيم الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فإن لم يكن ذلك حاصلاً على ما يرجوه كل مؤمن فلا أقل من حفظ الأمن على الناس، ولا يعرف نعمة الأمن إلا من مسه حر فقدها، والله المستعان. هذا في بيان الحكمة من إيجاب الإمارة، وفي أشياء هنا ينبغي تبيينها. إن هذه الأشياء التي يقوم بها السلطان ولا بد ولا يستطيعها غيره لا ينبغي أن يوقف عندها فيقال: ما دام اليوم الحكمة قد فقدت من وجود هؤلاء السلاطين فينبغي أن ينحوا. لماذا؟ لأن هذه الحكمة باقية في كل حكومة، أي ولو بقي منها بعض الأشياء، حتى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان نرى مع الأسف منكرات متفشية في مجتمعاتنا والنهي عنها ضعيفا، نراه ضعيفا، لكن مع ذلك وجود شرطي يحرم المخدرات هذا نهي عن منكر، وجود شرطي يصلح بين اثنين ويمنع التساب والقتال هذا نهي عن منكر. عرفتم كيف؟ وجود شرطي يحمي امرأة يعني يعتدى عليها هذا نهي عن منكر. فلذلك لا ينبغي لك أن تقول: يا إما أن يبصر الرجل بعينين وإلا فالعمى،
أي لا أقبل العور. يقال الإنسان العمش ولا العمى، عرفنا كيف؟ العمش الأعشى يبصر قليلا أفضل من 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 العمى. كذلك وجود بعض الخير هذا يدل أو يبين لكم حكمة وجود رأس في الأمة، وكونه لا يشرف على كل أمور الدين هذا لا يمنع أنه يشرف على بعض أمور الدين التي مثلت بها ها هنا في الكتاب. أنا ذكرت هذه الأشياء لأنها أكثر الأشياء التي يقوم بها الحكام اليوم في مجتمعات المسلمين حيث دينهم، وكذلك من حيث الدنيا على ما سبق أن ذكرت لكم. الآن لو لم يوجد حكومة دولة ولها شرط ولها جند، نخرج الآن في الشارع يقتلنا من يريد، يأكل قوينا ضعيفنا، من يكون أقوى منك يغلبك ولا أحد يحميك. فقط مجرد الآن لما تخرج الشارع لو جاء اثنين ثلاثة اتفقوا على أن يأخذوا ما في جيبك من نقود وليس هناك شرطة تحميك، هذه مصيبة تدلك على ضرورة وجود إيجاد الإمارة. ولذلك لاحظوا الآن بالمثال كما يقال يتضح المقال، البلدان التي جرى فيها ما جرى من الفتن الآن من حيث ما يسمى بالربيع العربي، انظروا إلى أمنها، توجد بعض الحكومات أو الدول لكنها ضعيفة، واليوم يضعون زيدا وهو لا يدري كم يبقى، هو نفسه خائف لأن ما عنده تلك السلطة التي كانت من قبله فهو خائف، والقبائل داخل البلاد تزعزع الأمن لأن كل قبيلة أو كل حزب أو كل صاحب فكرة يقول أنا لها أنا صاحب الحق أنا صاحب العدالة، لا يسلم أحد لآخر، فتبقى البلاد مضطربة. وهذا الذي أراده الغرب مع الأسف ببلاد المسلمين، وتحقق له ذلك عن طريق تصفيق الدعاة الحركيين، فهم هذا جيدا، ما يجوز أن نفوت هذه الأخطاء الحركية لأن هي التي تنخر في جذع الأمة الإسلامية وتفسدها. هم يصفقون للفتن ثم ينسحبون يتركون الأمة فيها وليس عندهم علاج ولا دواء، وهذا هو الحاصل. تأملوا ما يحصل في ليبيا، ما يحصل في تونس، ما يحصل في مصر، والدم الذي يراق هنا وهناك، كل ذلك بسبب هذا التهيج الذي وراءه من سبق ذكرها. نعم. وقد رأى الناس قريبا ما حصل لبلد مجاور لدول الخليج من مصائب بسبب غياب سلطانهم أسبوعا واحدا، فقد نهب الشعب بعضهم بعضا وسلب بعضهم بعضا وانتهكت الأعراض، على الرغم من أنهم سواسية في المصاب وسلطانهم ليس بالسلطان الذي يفسدون عليه. ولذلك درج السلف على مقولة حكيمة وهي قولهم 60 سنة تحت سلطان ظالم خير من ليلة بلا سلطان، كما في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله. لا عدل إلا في شريعة الله، الله هو خالق الناس ومن خلق أعلم بما خلق، قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد كان من رحمة الله بخلقه أنه لم يتركهم هملا ولكن شرع لهم شريعة تناسبهم وهو العليم الحكيم، وأمرهم بها أبد الدهر دون سواها، وأعلمهم أن ما سواها لن يكون إلا أهواء بشرية جاهلة مهما صدرت من أدمغة ذات شهادات عالية وتجارب راقية. فقال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في هذه الآية بعض الوقفات، أولاً إن الله عز وجل خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل رسله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، لم يعذره في ترك اتباعها فكيف يعذر من هو دونه في ذلك. بعد ذلك قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وصف كل ما يخالف الشريعة بوصفين، الوصف الأول أنه هوى
كل ما يخالف شريعة الله فهو هوى وليس من الحق. الأمر الثاني لا يعلمون، كل ما خالف شريعة الله فهو جهل. وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بها، وحذره من أن يفتنه أحد عنها إلى غيرها، فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ونهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض عما أنزل إليه، ولو كان في استعمال رأيه لو فرض أنه مخالف لما أنزل إليه، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من أن يحكم بخلاف ما أراه الله، أفيجوز لغيره أن يفعله؟ وإذا حكم الله ورسوله لم يكن لمؤمن أن يختار غير ما اختار الله له ورسوله، لأن المؤمن كل المؤمن هو الذي لا يقدم اختياره على اختيار الله عز وجل له ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك لا أقول السياسة من الدين فحسب، بل أقول لا سياسة إلا ما وافق الشريعة التي جاء بها هذا الدين ولم يخرج عن نصوصها أو قواعدها، فما ضادها يجب نبذه بلا تردد، لأن الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ها هنا تنبيه، أنا ذكرت أن ما وافق الشريعة التي جاء بها الدين ولم يخرج عن نصوصها أو قواعدها، حتى لا يقول أن قائل السياسة قاصرة على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصاً. لماذا؟ لأن هناك مستجدات تظهر في الأمة فتتطلب من علمائها أن يجتهدوا ليأتوا للأمة بحكم شرعي لهذه المستجدات، عن طريق ماذا؟ بالنظر إلى قواعد الشريعة، لأن الشريعة من حيث السياسة تكلمت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عما كان حاصلا، وبعد ذلك حصلت أشياء كثيرة تحتاج الأمة إلى شيء أو إلى حكم يطابق نصوص الشريعة. إذن فالسياسة هي ما جاء في شريعة الله نصا وما جاء في شريعة الله عز وجل تقعيدا وتأصيلا، أي بالنظر إلى النظائر والأشباه إلى القواعد والأصول، ندخل هذه المستجدات تحت هذا الغطاء لكي يخرج لنا العلماء والمجتهدون بحكم شرعي. مثاله مثلا ظهر في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه توسع المدينة، توسع سكانها، وصار سماع الأذان أذن الجمعة مثلا لا يفي بمطلب الناس لتوسعهم، فمن كان يسكن بعيدا وسمع الأذان قد يفوت أن يأتي المسجد، يفوت شيء من الخطبة، وسماع الخطبة واجب. فاضطر رضي الله تعالى عنه إلى أن يحدث أذانا قبل الأذان الذي يخطب على غراره الخطيب، فكان يؤذن بالزوراء بسوق يكثر فيه الناس، يؤذن هناك أذانا، ثم بعده بقليل يؤذن مؤذن أذان الثاني حتى يتسنى للناس الحضور وعدم الغياب. فهذا طبعا الأذان من حيث أصله هو محدث، لكن من حيث القواعد الشرعية فهو موافق للقواعد الشرعية، لأن الأذان إعلام أن تعلم الناس بدخول وقت الصلاة، فلذلك هو أحدث هذا الأذان. وكما تعلمون أحدث عمر رضي الله عنه دواوين مثل يسمى اليوم بالوزارات ودواوين الجند وغير ذلك، فهذه كلها مما يستحدث بالنظر إلى حاجة الناس إليها. نعم. صلاح الأمير نعمة عظيمة، لا يستهان بصلاح السلطان لأنه بصلاحه يرجى صلاح أمته،
روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسأول، أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت فيكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. فاستفدنا من هذا الأثر فائدتين: الأولى أن الصديق رضي الله عنه بيّن للسائلة أن الإمام هو من عرفه عامة الناس بأنه صاحب الأمر والنهي في البلاد، لا الأمير الذي تختاره كل طائفة لنفسها وتتخيله صاحب الأمر والنهي، وهو ربما ممن لا يستطيع أن يعيش إلا مستخفيا في الجحور، وليس له كلمة يقولها إلا في المواقع العنكبوتية وراء الستور. نعم، هنا وقفة مهمة جدا لما نراه في عصرنا هذا من مخيط ضار مع الأسف، لأن يعني كل فرقة تريد أن تصلح بلادها وأن تنهى عن المنكرات فيها تختار لها رأسا وتؤمره عليها، وتريد من الناس أن ينضوا تحت إطار هذه الإمارة، ولو كان هذا الأمير مستخفيا في جحر كما رأيتم قريبا كذا أمير تدعو إليه جماعته وهو مستخف من عجزه لا يستطيع أن يظهر، وأنتم تعلمون أنه لا سلطان لعاجز، لا سلطان لعاجز، من عجزه يعيش مستخفيا. والأمر الثاني: كيف يبايع الناس خليفة وأميرا مستخف هم لا يعرفونه حتى لو عرفوا اسمه ويجهلون أمره وحاله، كيف يبايعونه؟ فهذا أمر عجب، يدعون الناس إليه وإنما الأمير من يعرفه الناس. كثير من الجماعات الإسلامية اليوم تستنكر أو تستجهل هؤلاء الحكام وتنكر أن يكونوا حكاما عليهم وتتنكر له وتتجاهله. كثير منهم يقول: هؤلاء ليسوا حكاما لنا، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. فهذا الوصف وإن كان قد يصح شيء لكنه غير دقيق وغير صحيح، قولهم لا يحكمون ما أنزل الله هذا وصف غير دقيق. والأمر الثاني: ربنا عز وجل ما بنى بيعتنا لحكامنا على أنهم يحكمون أو لا يحكمون، بناه على كونه مسلما فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم الله فيه برهان، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لأن يعني قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. تأملوا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن فالكفر والإسلام عليهما مناط الحكم، حكم عليهما، كونه مسلما وغير مسلم، يحكم ولا يحكم هذا موضوع آخر لا علاقة له بالبيعة ونبذها. قد يكون له علاقة في أول الاختيار، إذا كان لك الاختيار نعم أن تختار الذي يحكم بما أنزل الله، أما بعد وقوع الواقعة وتسلط المتسلط على الحكم من المسلمين فهذا المناط يلغى، أي مناط حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله هذا يلغى، يبقى فقط الوصف هل هو مسلم وغير مسلم، وهذا مهم جدا. ولذلك كيف يقوم الآن أمير وخليفة يقول للناس بايعوني ثم يغتر
بكون أهل بلده سمحوا له أن يكتسح الساحات، والغرب سمح له بذلك أيضا، يعني الغرب وراء الأشياء كلها، وبكون بعض البلاد بتواطؤها، بعض البلاد الإسلامية بتواطؤ منها مع الغرب الكافر، يسمحون لهذا المكتسح اكتساح ديارهم ليكون أمر آخر في المستقبل. هم يريدون هذا لأمر ما قد لا يخفى على أذكيائكم إن شاء الله تعالى. لكن كيف يقال بايعوه؟ أين البيعات الأولى؟ في كل بلد مسلم على كل مسلم في عنقه بيع لحاكمه، ينبغي أن تعرفوا هذا، سبينت لكم. ما دام مسلما فمن كان حاكما فبيعته في عناقكم لا يجوز نقضها، لا يجوز نقضها، لأن من نقض بيعة أميره وفارق الجماعة، أي خرج عن عموم الشعب، فمات، مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية كيف كانوا؟ أهل القبائل عندهم شيخ القبيلة، إذا كرهوه تركوه وجابوا غيره، وهكذا حروب عندهم. نفس طبيعة الحركيين بالضبط، نفس طبيعة الحركيين، هذا أمير اليوم أبغضوا شيء أزحوه جابوا ثاني، كما ترى الآن التناحر بينهم، وما تحتاجون التسمية ولا ذيك الأمثلة لأنها واضحة. اليوم هذا أمير وبكرة لا يرضونه ثم ينشقون، وهؤلاء يتسمون بتسمية وهؤلاء بتسمية، وهكذا يشقون الأمة ويتخيلون الخلافة. كيف تكون لهؤلاء الخلافة هم عاجزون تمام العجز، وما ظهر للناس من قوتهم فهو في الحقيقة زخرف وتمثيل فقط، مجرد تمثيليات سياسية مع الأسف، لكن قلل الناس من عنده سياسة وفهم، فضلا عن من يقف عند حدود الشرع. نعم. والثانية، بيّن أبو بكر رضي الله عنه هنا أن بقاءهم على الإرث الذي خلفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون ببقاء أئمتهم على الاستقامة. وأنا هاهنا أذكر سؤالا بودي أن تذكروني إياه بعدما ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى، لأن شبهة قائمة: استقامة الأئمة أو استقامة حال الناس باستقامة أئمتهم، فهل هذا يكون دليل على الاشتغال بالأئمة الحكام قبل الشعوب؟ الذي إذا كان لاحظتم موضع الشبهة، فبودي أنا ما أريد أن أستعجل الآن حتى نمر على الأدلة، ثم ذكروني إذا نسيت بهذا نشرحه إن شاء الله تعالى. نعم. ولما كان صلاح السلطان معلوم الأثر في أمته، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يخصهم الله بظله يوم القيامة. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. الحديث: ويظهر صلاح السلطان في أمور كثيرة، أكتفي هنا بأمرين: الأول، النصح لرعيته في دينهم كي يتعلموا ما يشرع لهم فيأتوه، وما لا يشرع فيحذروه، لأن الدين هو الذي يحفظ على الناس مصالحهم الدنيوية والأخروية، كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله في نصحه لولاته. فقد قال البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وصححه ابن حجر في تغليق التعليق. لقد أحس رحمه الله لما استلم الحكم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، فقال كلمته هذه العظيمة، وعرف أن واجبه الأكبر هو أن يتعلم من تحت سلطانه أحكام الشريعة كي يعملوا بها، وإذا عملوا بها كانوا من الأولياء الصالحين.
فإذا كثر هذا الصنف في الناس كانوا أولى بكل خير عند الله، فعاشت الأمة في حفظ الله وإنكاثها من في الأرض جميعا. ولما كانت الإمارة أقرب إلى التكليف منها إلى التشريف، لم يكن عمر حريصا على صحبة رعيته ما دام الخطر كبيرا، فقال: وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، كما روى أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم أن الفضيل رحمه الله قال: لا تغبطوا القضاة وارحموا الرعاة، ومن ولي القضاء فقد ذبح بلا سكين. وينبغي للقاضي إذا بني بالقضاء أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء، فإن له موقفا بين يدي الله عز وجل غدا. نعم. ونتكلم هنا باختصار عن وظيفة الأمير والسلطان والحاكم والرئيس، أنه ينبغي عليه أن يعتني عناية كبيرة بدين الناس، لأنه هو نفسه، لأنه هو نفسه لا يستطيع أن يقود هذه الأمة إلى بر الأمان وإلى الخير الذي يريده إذا لم يكن في أمته الصلاح. فكلما أمر بأمر أو نظم نظاما أو أصدر حكما إلا وجد في الناس اعوجاجا عنه وانحرافا عنه وتحيلا لكي يسقطوا العمل به. لماذا؟ لأن الناس لم يربوا على التدين، ولو ربوا على التدين وعلموا أن طاعة الأمير من طاعة الله عز وجل لخافوا من مخالفته ومخالفة نظامه الذي يصدره. فإذا خدمة الرئيس لدين الناس في حقيقة الأمر هو خدمة لأمته ولنفسه وحماية لبلاده، وهذا مهم جدا جدا من هذا الباب، كما رأيتم فيما كان يرغب فيه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أن يعلم الناس شرائع الدين وسنن الإيمان وأن يستكملها فيهم. سبحان الله، يعني لما استلم الحكم جعل في ذهنه: عندي دين له شرائع وسنن وأحكام وإيمان، لا بد أن أتدرج بالناس في كل يوم أعلمهم شيئا من شريعة الله حتى أكمل هذا الدين في أمتي. هذا سبحان الله تفكير عظيم جدا. مجرد ما استلم الحكم كان هذا في ذهنه، كان هذا في ذهنه، لكن تدرج. ولذلك عبد الملك ابن عون عبد العزيز كان يقول: كان رجلا صالحا وكان شابا صغيرا، كان يقول لأبيه: يا أبتي، إلى متى وأنت تتدرج مع الناس وأمرهم بشريعة مرة واحدة؟ أطاع من أطاع وعصى من عصى، من أطاع فله الشكر ومن عصى فله العصى. عرفتم كيف؟ فكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: يا بني، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بنو آدم يحتاجون إلى نوع من الترويض، نوع من الحيلة، نوع من الترغيب، نوع من الترهيب، شيئا فشيئا. في ذلك الوقت يا إخواني، في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز يقول هذا الكلام، ليس من السهل. أنت عندك أسرة ثلاثة من البشر أو أربعة، وتحجز عن إدارتها، تحاول وتصلح وتطوعهم لله، قوموا للصلاة، حافظوا على أخلاقياتكم، البس الحجاب، صلي أيتها الزوجة في الوقت الآخر، وتدوخ مع ذلك وتتعب، تريد أن تقود أمة كلها بما فيها، ليس من السهل يا إخواني. هذا الذي يريده عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في كلمة مع ابنه. والأمر الثاني أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال: وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. لما وجد نفسه في مطبة عظيمة ألا وهي الحكم، والحكم ليس بالسهل، وعرف أنه تكليف وأنه مسؤولية، أحس بهذا، قال: لست حريص على صحبتكم، أي لو أموت لكان خيرا لي. وذكرنا هنا كلمة للفضيل رحمة الله عليه لما قال: لا تغبطوا القضاة، أي لا تحسدوهم حسد غبطة وتمني للخير. لماذا؟ قال: وارحموا الرعاة. القضاة والرعاة منصب واحد، الرعاة الراعي هو الحاكم، ومن ولي القضاء فقد ذبح بلا سكين.
لأنه يحكم في الناس وقد يخطئ وقد يأخذ به الهوى وقد يميل. قال: وينبغي القاضي إذا بلي بالقضاء أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء، يقوم بواجبه يوما ويوم آخر، ينبغي أن يكون في البكاء يبكي على حاله خوفا أن يكون قد ظلم أحدا في حكمه. ليس من السهل أن اليوم نترامى حول البرلمانات والخلافة والمسؤوليات وما ندري ما وراءها من مفاسد وشرور. قال: فإن له موقفا بين يدي الله عز وجل غدا. لعل أنكم من خمس دقائق هذا الفصل. الثاني: اختيار أحسن الولاة وأصلحهم، وذلك بالنظر إلى دينهم أولا وإلى قدرتهم على تحمل مهماتهم ثانيا، كما في التنزيل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، القوي الأمين، القوي في عمله، الأمين في دينه، وفسر على العكس، يعني يكون له قدرة على عمله، لأن قد يكون أمينا في دينه صاحب دين لكنه لا يستطيع أن يؤدي عمله كما هو مطلوب منه. عرفتم كيف؟ ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتأسف: ما أدري أقرب المتدين وإن كان ضعيفا في مسؤوليته، بمعنى ليس من أهل التخصص فيما سيسند إليه، مثلا من وزارة مالية أو وزارة التربية أو وزارة كذا إلى آخره، أو أخذ بالقوي القادر على عمله ولو كان ضعيفا في دينه. فكان بين هذا، وكان كثيرا ما يختار الثاني، يعني كثيرا ما يختار الثاني، وهو وراءه يرشده ويحرسه ويراقبه. لأن الآية، لاحظوا الآية جامعة مانعة: القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وله في الحقيقة نصوص كثيرة في هذا المعنى. نعم. فإن زوال الدول بالصناع السفل، وذلك بتقليد كبار الأعمال صغار الرجال. نعم، المقصود زوال الدول بالصناع، أي بإعطاء المسؤولية للسفل، للضعفاء في دينهم، إذا أعطوا المسؤوليات تزول الدول، وذلك بتقليد كبار الأعمال صغار الرجال. وقد روى الفسوي في المعرفة والتاريخ وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما آلت إليه الخلافة عزل خالد بن الريان عن رئاسة الحرس، لأنه كان يأتمر بكل ما يأمره به الخلفاء حتى المخالفات الظاهرة، وكان مسرفا في الدماء، على الرغم من أنه ذكر أنه كان بينه وبينه قرابة، فأبدله برجل ذي دين وتقى، وقال: اللهم إني قد وضعت لك خالد بن الريان، اللهم لا ترفعه أبدا. ثم نظر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن المهاجر الأنصاري فقال: والله إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بيني وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام، ولكني قد سمعتك تكثر تلاوة القرآن، ورأيتك تصلي في موضع تظن أن لا يراك أحد، فرأيتك تحسن الصلاة. يقصد يعني تصلي في الخفاء، تصلي في الخفاء، أي إخلاصك في عبادتك. نعم. وأنت رجل من الأنصار، خذ هذا السيف قد وليتك حرسي. زاد الفسوي وابن عساكر من طريقه عن نوفل بن الفرات قال: ما رأيت شريفا خمد ذكره حتى لا يذكر مثله، حتى إن كان الناس يقولون: ما فعل خالد؟ أحي أو قد مات؟ نعم، يقصد أن عمر بن عبد العزيز أن لما ولي القضاء وجد خالد بن الريان هذا الذي كان فيه إسراف في الدماء، أي في عقوبة الناس، وكان فيه مبالغة وغلو في طاعة الأمراء، يطيعهم في كل شيء. فلما كان عمر بن عزيز رحمه الله عليه يريد الحق ولا يريد أن يتبعه الناس وأن يطيعوا أمره طوعا وكرها، أزاحه عن مسؤولية الحرس، كان هو أمير الحرس، فأزاحه وأبدله بغيره، أبدله برجل كان يراه صالحا في دينه في خلقه، وكان بعيدا عن قبيلته لكن كان قريبا من الله،
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقربه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ونبذ ذاك، حتى قالوا إن ذكر خالد بن الريان هذا كان معروفا وكان يهابه الناس يخافونه جدا، حتى قالوا إن هذا الرجل خمد ذكره حتى لا يعرف هل هو ميت أو حي، أين ذهب؟ لأن الأمير الصالح أقصاه وأبعده. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان يقول: كنت أعرف فساد هذا الرجل وأعرف شره لما كنت آتي الخليفة. وعمر بن عبد العزيز تعرفون مكانته في بني أمية، قال: فكان لا يعطيني وجها ولا يعطي الضعفاء وجها أبدا، ما يهتم بهم. فعرفنا أن الرجل لا يصلح لهذا المنصب لأنه يستضعف الضعفاء. نعم. وروى ابن جرير في تاريخه بعض مواعظه لولاته، منها قوله: لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا صوتا إلا في حق، واحذر القصاص واحذر القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتقرأ كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تأملوا يا إخواني كلمات هذا الخليفة رئيس الدولة هذا الحاكم العظيم كيف كان يقول: لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا، ويقرأ معاهدا ومعاهدا، معاهدا عهد ومعاهدا طلب العهد، وهو طبعا من أهل الذمة عادة يكون أهل الذمة. فقال: لا تضرب هذا ولا ذاك صوتا إلا في حق، صوت واحد انتبه له، ضربة واحد انتبه له، تسأل يوم القيامة ترفع يدك على أحد. قال: فإنك صائر لما من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الشيء الصغير والكبير. وخائنة الأعين هو الشيء الظاهر، أن يخون المرء بعينه غيره كأن يغمزه، وما تخفي الصدور ما في الباطن، أي يحذر من يعلم ظاهر الباطن. هذا طبعا من نص القرآن الكريم. وتقرأ كتابا، أي يوم القيامة تعطى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الجنى الطيب الذي يجنيه من يكون تحت مثل هذه الولايات التي تخاف الله وتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعمل به. وقد امتحن المسلمون امتحانا عصيبا أيام خلافة المعتصم والمأمون خاصة بسبب اعتناق السلطان مذهبا عقديا منحرفا في القرآن، ألا وهو القول بخلق القرآن. فلما ولي المتوكل شرح الله صدره للسنة واعتقد معتقد أهلها ورفع المحنة، وكانت ولايته خيرا على المسلمين. هذا تمثيل للسلطان الصالح المتوكل رحمه الله عليه، رفع المحنة، كانت من قبل من قبل المأمون المعتصم. وامتحن المسلمون لأن القضاة المعتزلة والجهمية في ذلك الوقت أرادوا أن يعتقد الناس اعتقادا فاسدا، ألا وهو أن القرآن مخلوق، والقول بخلق القرآن كفر أكبر باتفاق الأمة. وحصل ما حصل، وعذب العلماء، وقتل من قتل، وحبس من حبس، ومنعوا أرزاق كثير منهم لما لم يعتنقوا هذا المعتقد الفاسد. لما جاء المتوكل رفع المحنة وأرجع الناس المعتقد السليم، وعاش الناس في ذلك في راحة واطمئنان. هذا ما نقدمه في هذه الجلسة، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.